نبي نصيحة من كل واحد من واقع تجربة، أي شيء هو يعني جربه حلو وينصحنا مثلا إنه ما يطيح فيه. يعني بعطيكم مثال، مثلا يعني أنا بالنسبة لي أنا أحاول إني قد ما أقدر إني ما أكون علاقات، ما أصادم أحد، أحاول قد ما أقدر حلو في الدوام في الجامعة مع معارفي، عرفت؟ الشخص اللي يشوف اني ما توافقت معاه اصير معاه سطحي او رسمي شوي بالمعنى العام، سلام يعني. عرفت؟ عشان ما اكون علاقات، عرفت؟ مثل كذا يعني كل واحد عنده نصيحة يعني تجربة عاشها، اي شيء اجتماعية دينية اي شيء. يلا ادري يلا ادري والله شيء جربته وتنصح الناس انهم ما يجربونه. ما يحضرني حاليا، يمكن صدمت. كمل سلطان. سلطان مليان سلطان نصايح. عطنا نصيحة. لا بلا سلطان كل شيء جربه في الحياة، ختم الحياة 3 مرات هو عمره. اقول لا اله الا الله. شوف ان شيء جربته ولا بدون ذكر السبب، ما اتمنى احد يذكره. اذكارك، وتعرف هذه النقطة وش هو؟ الاذكار. ممتاز، نقطة طيبة. شيء مهم والله العظيم، انها شيء مهم. اي والله صح. نصيحة، لا تطلع هنا غير مكان او في اي شيء عندك شيء تبغى تقدمه الا باذكارك. ما تاخذ وقتك والله العظيم انكم لا تجربون شيء. اي والله فالاذكار شيء مهم. هي ما تاخذ من وقتك اصلا، 3 دقائق او 4 دقائق. ايش 3 دقائق؟ ما تكمل دقيقتين. ما تكمل دقيقتين. تلقى الاذكار لا دقيقة ونص، واحدة بينقص عشان تصير اسهل. اقلل القليل والله ما تكمل. يعني الاذكار ترى شيء مهم، شيء مهم. اي والله من مواقع نعيشه جدا. الشيء الثاني اللي هو يعني انا ما وقعت فيه، لكن انا شفت واحد واقع فيه من والله العظيم شفته، اللي هو الصلاه. صدق الصلاه والله العظيم اني اعرف واحد يرجع الله يغفر باب الناس انه ما يعرف، وهذه مصيبه والله العظيم انها مصيبه. يعني كن مع الله كما يريد يكون الله معك كما تريد، مهما سويت ومهما فعلت مصيرك ترجع الرب. والله انه ما والله ما تتوفق في حياتك كلها هذه الا بالصلاه وبالرجوع يا ربي. اما انك بتقول انا يعني بسوي كل شيء وماني مصلي، ما انت ماخذها. والله ما تاخذ توفيق من الله مثل ما تصلي. اذنب بس لا تترك الصلاه. الصلاه سوي اللي تبغى، سوي اللي تبغى في حدود الدين بس اهم شيء الصلاه. الصلاه والله انها ركيزه. ان يعني العربي من خاوى المصلين صلى من خاوى المولين. الصلاه بعض الناس يتهاون موضوع الصلاه، هو ما يدري ان حكم تارك الصلاه في الشرع اذا كان متعمد كفر. كفر كفر ولا يدفن ولا يغسل ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. المسلمين صح، هذا حكم تارك الصلاه. يعني الصلاه والله ما اذا تركت الصلاه وما صليت اتوقع انك لازم تكون الشهاده مره ثانيه. صح نعم. صلاه عمود بعض العلماء. صلاه عمود الدين. الحين الخيمه، احنا مو موضوعنا الصلاه. الخيمه بدنا موضوعنا احنا نبي نصيحه. لا قبل نصيحه بس ممكن تعقيب. حلو انتوا دخلت في موضوع الصلاه. بتكلم الحين الخيمه بدون عمود تقوم؟ ها الخيمه بدون عمود تقوم؟ ما تقوم. واحد يبغى يفسر الصلاه. لا 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 اي في جملون. في جملون الحين نظام جديد. النظام الجديد هذا كلام النظام القديم. لا ما تقوم الخيمه. تعقيب على الصلاه عمود الدين على كلام سلطان اللي هو الاذكار، لان يعني في بعض الناس يستصعب غير الموضوع. الله ما شاء الله كانهم بدا شو اسمه يا شباب امسكوا الموضوع لين خلص منه عقب كل واحد يحدث اللي يبي. شو اسمه الاذكار بعض الناس مثلا يستصعب او ما حفظ الاذكار، مع انه حفظ الاذكار يعني حلو ويفيدك، تقدر تقوله باي مكان ما تقدر تقرا اوراق حلو. لكن آية الكرسي في بعض العلماء يقول تكفيك تكفيك عن الاذكار. يعني تقرا آية الكرسي بعد الفجر، تقرا آية الكرسي بعد العصر، تحفظك من الصباح الى المساء ومن المساء الى الصباح. آية الكرسي تكفي يعني على الاذكار، لكن الافضل تقول الاذكار. بس اذا ما قدرت اقل شيء اقرا آية الكرسي. آية الكرسي كلنا حافظينها وسهلا، ما تاخذ منك ولا نص دقيقه. بجد نصيحه من واقع تجربه، تكفون لا تثقون وانتم فيكم نوم. الله نصيحه طيبه. اقسم بجلال الله ان كم مره حصل لي موقف على مع اهلي ولد يا شباب الرجال يتكلم. قول على اهلك كنت في العمال. انت تروح العمال قاعد مع اهلي عشان العيال هنا ما اعرفهم يتلهم اصلا، لاني كنت مره طول العمر اسوق واهلي معي ومواصل وانت نعسان. وانا نعسان اقسم بالله اني اروح للسيد الثاني للخط الثاني.
وارجع واصحى واروح واغسل وجهي واسوق ونفس الحاله. وكم مره حصل لي موقف نفس ذا، وبعدها اتخذت قرار اني ما اسوق الا وانا مصحصح. احسن شيء، ممتاز. انا استاذنك والله نصيحه طيبه. خذ راحتك. ابو زيد حبيبنا. هلا حبيبي. والله انا تجربه اقول لكل شخص انه لا تعطي الثقه لكل شخص. الله مهما كانت والله نصايح طيبه. والله الثقه الثقه العمياء بعد الاحيان لما تعطيها شخص ما هي حلوه، وهذا الشخص مهما كان حيجي يوم من غير شر، يا بيفارق الحياه يا بتكون مشكله وتفارقه، فما هو اي شيء تقوله له، في شيء خصوصيات خاصه فيك، في اشياء تقولها له. في بعض الناس يعني نقدر نقول يعني نيته صافية أو قلبه طيب، إذا ارتاح لشخص يفضفض له، يعطي علومه كلها، يجيب العيد بنفسه، هذا غلط. عرفت؟ طيب نرجع، لأن الشخص هذا ممكن بعدين يصير بينك، أنت ما تضمن، ما تضمن، ما تضمن، صح، ممكن يصير بينك وبين خلاف بعدين، ممكن يقطع لك في الشغلات اللي أعطيته هذه. نصيحة طيبة كثير نرجع عبد الله. طبعا لازم هذه دروس الحياة، مستحيل تكون ايش ما تثق بكل الناس او تثق بكل الناس، لا 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 تنطع مرة مرتين بس تعلم، يعني الحياة دروس تطق بتعليم. ايش اسمه الشيء الاول اللي هي صراحة من واقع تجربة سواء عندي او من اللي اعرفهم، الصدقة. الله. الصدقة ان بغيت ربي يبارك برزقك، إن بغيت إيش اسمه لا إله إلا الله ربي يخلف عليك. إن بغيت ربي ينجيك من مصيبة. إن بغيت ربي ينجيك من مصيبة. إن بغيت إيش اسمه لا إله إلا الله تداوي مريض. كل هذه الأشياء بالصدقة. يعني أنا أعرف ناس كثير وأنتم تعرفون يمكن قصص كثيرة إنه إيش تصدق بمبلغ وجاء عشرة ضعف. يعني عادي يصير مثلاً تصدق بمية ريال بنفس اليوم ضاعف له ربي جته 500 ريال. سبحان. بطريقة أو بأخرى، مو بلازم إنه تنزل عليه من السماء. بس ممكن كنت متسلف من احد وجاء سبحان الله ذاك اليوم رجع لك، نسيت دق عليك قال ترى اليوم انا عندي كذا كذا، ممكن لك راتب منسي دق عليك اعطاك قال لك تعال خذه بقي صفينا لك حسابات، ممكن يكون احد دق عليك قال اعطيك هديه خوي او شيء، تجي باي طريقه إن كانت، لكن ايش اسمه الخلف باذن الله انه دائما يجي بعد الصدقه. ومن ناحيه الشيء الثاني اللي قلت ايش اسمه لا اله الا الله انه يردك عن شيء يعني سوء لك، مثلا سواء كان موت مثلا او مرض او حادث او ايا كان. صح. انا قد صارت لي قصه، يمكن قصيت عليكم كم مره اللي قصه الحادث حقي لما لا ما قلت لك مره من المرات بالشتويه قبل 4 أو 5 سنوات، تمام. كنت طالع انا والشباب للبر، كان معي بهبهاني قديم 154. المهم وانا راجع من البر، والله عندي واحد في الكويت انت عندك بهبهاني، ذاك انا عندي ابو الثاني الشكل الثاني الرفرف. المهم احنا راجعين كان تو بدايه مطر، ومن زمان ما جاء الرياض مطر، من زمان من زمان، فتعرف اذا جاء مطر يصير الارض ايش غارقه، زحلق السياره على طول مع الفرامل المائيه. موديل الجبس 87 اخر شكل من عز الطلبه شدر موجود لحد الحين. خليك من السالفه، خليك من السالفه. صوت وكاله؟ ها كل شيء وكال نظيف بقوه، نظيف ما مشى شيء، كان ماشي الظاهر 60,000 لا جديد جديد شاريه انا اشعل يعني. احمر بيج تكفى بطل بطل بس الله يستر ايامه خير. امريكا 400 بهبهاني على دنا الليل داني على دنا. المهم اسف لا عادي بالعكس لازم الاستاذ يصير فيها الكلاسيك والجموس واضح انك ايه بالضبط نفس الكلام. طب عندي 3 انواع عندك، انا شفت حقك اللي صورت ذاك اليوم من ديل السبعينات والثمانينات والتسعينات ما شاء الله ماشي على السبعينات بعد حلو مره اللي يجيك اسطب واحد ايوه ايه بطل والله ما شاء الله خبره ايه بسيارته قديمه اللي قاعد معك في البرنامج ضروري اوه انا وخالي ما شاء الله تبارك الله بعد عنده معرض تراث تجارة عنده طيبة سيارات ترى. قديمة كثير عنده سيارات بالعشرينات وبالثلاثينات والخمسينات. المهم خليني اقول السالفة بسرعة عشان طولتها بعدين ايه الموضوع حلو نبي نسولفه بس خلي اسرد السالفة حلوة عشان التراث الكلاسيك ايه تبقى على النصيحة بس اللي هي بقص السالفة على ايش؟ ان الصدقة اذا تصدقت يعني يا ربي ان شاء الله يبارك لك بفلوسك او ايش اسمه يعوضك او ينقذك من شيء معين. المهم كنت ذاك اليوم طالع انا والشباب للبر، احنا راجعين من البر اسمه يا شباب
وهنا راجعين من البر كان في مطر وتو بادي المطر فالارض زلق اي الارض. المهم طلعت من الكوبري في ملف، اللفة هذه مليانة ماء غرقانة فالناس واقفين. انا كنت بطلع من عندهم شفتهم كذا، انا كنت امشي 40 60 مهدي يعني، عجزت الف كذا مسكت فرامل ولفيت. شوت السيارة كذا على طول سحبت علقت كذا بالنص. سديت طريق خريص، هذا طريق خريص يعني طريق سريع عندنا اللي كان تعرفه طريق سريع. طبعا الطريق كان فاضي، انا قاعد يوم سددت الطريق بسرعه وانا اضري من يسار ابي احطه بالريوس ابي اعشق، عجزت. ليش؟ لان انا قامت العافيه الحين عجزت ادخل الجو. الموقف هذا ترتبك مره مرتبك، قلت جيت انا مركب حاولت اضغط عجزت. جيت واناظر يساري اناظر اللي فيه تريلا طالع من تحت الكوبري يمشي 100 مسرع تريلا ومو براس تريلا كامله طويله. انا اضر انا اقول وابدا احاول ادخل باي نمره يمين عي 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 يشبك ما ادري ما ضغطت كلاج زين ما ادري شاف ما ادري. المهم عي يشبك معي هو، انا كنت سد السد الايمن والاوسط، هو شاف ان كذا قال ايش بدي ينحرف للسد الايسر على اساس يطلع. يعني يحاول يطلع. انا من خوف تركت كل شيء بدي دحدر السياره رحت للسد الايسر. تكفى دحدرت لما السد الايسر قعدت بالصب ووقفت. الحين ما وين جاي هو بيجي بيصدم مع الباب حقي. علي من امي.